شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أعتاب شهر محرم الحرام، عام من عمرنا يوشك على الانقضاء، ويبدأ عام جديد مقرونا بذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأوفياء. ينبغي على كل واحد منا أن يبذل جهده وأن يبذل جهده في الاهتمام بهذا الشهر، وبشعائر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاهتمام مضافاً إلى ما يضمنه لنا من الجهات الموضوعية، الاهتمام بهذه القضية فيه جهات موضوعية مطلوبة في حد ذاتها، مضافاً إلى ما يؤمنه هذا الاهتمام من الجهات الموضوعية، فإنه يضمن لنا تحقيق ثلاثة أهداف: طريقية،
وكلما كان الاهتمام بهذا الشهر وبشعائر هذا الشهر أكثر، كان تحقيق هذه الأهداف الثلاثة أكثر. الهدف الأول، ونقدم له بمقدمة، وهذه المقدمة هي إن إحدى الأشياء المهمة والخطيرة كانت مهمة دائما، وكانت خطيرة دائما، ولكنها في هذا العهد أضحت أكثر أهمية وأكثر خطورة. هذه القضية هي قضية الحفاظ على الهوية، فيما مضى كانت هنالك حالة انغلاق بين الأديان والمبادئ والحضارات، أو كانت هنالك شبه حالة انغلاق، كل مجموعة كانت تعيش في فلك، ولكن في العهود الأخيرة وعلى أثر عوامل متعددة تبدلت هذه الحالة. عامل الهجرة إلى بلاد الغرب وإلى بلاد الشرق، عامل الانفتاح الذي حدث فيما بين المبادئ والحضارات، عامل العولمة الثقافية، وهذه قضية خطيرة جداً. على أثر هذه العوامل وأخطرها العامل الأخير، الحفاظ على الهوية أصبحت أو أصبح قضية مهمة وخطيرة. هؤلاء الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، أنتوا الأفراد الذين يأتون من بلاد الغرب، قعدوا وياهم، شوفوا ماذا ينقلون عن تلك البلاد. كثير من الأفراد ضاعت هويتهم، فقدوا أصالتهم، كثير من الأفراد الذين كانوا يحملون أسماء إسلامية مثل محمد صلى الله عليه وآله وأمثال هذه الأسماء المطهرة، هؤلاء حتى
حتى في تلك الأجواء غيروا أسماءهم. فهذا الرجل اللي كان يقال له محمد، وإذا به في تلك البلاد يحمل اسما من أسماء الكفر المعروفة. المرأة التي كانت تحمل هذا الاسم المقدس فاطمة صلوات الله عليها، وإذا بها تغير حتى هذا الاسم وتحمل اسما من الأسماء الكافرة إلى هذا المقدار. كثير من الأفراد الصلاة لا مفهوم لها عندهم، الصيام لا مفهوم له عندهم، العقد الشرعي، رجل يعيش مع امرأة، رجل مؤمن يعني، رجل مسلم يعيش مع امرأة 30 عام 40 عام وكلاهما مسلمان يعني طبق الهوية، ولهم أولاد وأحفاد، وإلى الآن عقد شرعي ما عندهم. ذابوا في تلك المجتمعات. هذا الخطر، خطر فقدان الهوية، هل يهدد الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب فقط؟ لا. لماذا؟ لأن الغرب جاء إلى بلادنا. الغرب الآن موجود في كل غرفة غرفة من بيوتنا، إلا ما شذ وندر. الفكر الغربي، الحضارة الغربية، المنحى الغربي في النظر إلى الكون والحياة، فهذا الخطر لا يهدد فقط الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، وإنما يهدد حتى ولدكم في بيتكم. كيف يمكن أن نواجه هذا الخطأ؟ كيف يمكن أن نحافظ على الهوية؟ القضايا في هذا المجال كثيرة ومفجعة، وماكو مجال الآن لنقلها. نحن نعتقد أن من أولى الخطوات التي يقوم بها الأجانب، التي يقوم بها الكفار لسحق هويتنا، من أولى الخطوات محاولة إبعادنا عن الإمام الحسين وعن شعائر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنالك تجربتان، الآن ما علينا بالتجارب التاريخية، تجربتان جديدتان. إذا نجح الكفار في أخذ الإمام الحسين منا، نجحوا في الخطوة الثانية وهي القضاء على هويتنا، وإذا فشلوا في هذه الخطوة فشلوا في الخطوة الثانية. التجربة الأولى التي لم تعايشوها أغلبكم لعله ما عايشها، تجربة البهلوي في إيران،
حارب الإمام الحسين صلوات الله عليه في كل الأبعاد، مقدمة حتى إيران تكون مثل تركيا. تركيا قبل هذا العهد إقراية واحدة ما كان يمكن واحد يقوم بها. الناس كانوا يذهبون في يوم عاشوراء إلى المقابر ويبكون في المقابر، حتى الشرطي لا يقول ماذا تفعلون، خو جاي على قبر يعني ظاهر الحال واحد ميت دا أبكي عليه. هكذا حار، ولكنه فشل، ففشل في القضاء على الهوية الإسلامية في إيران. التجربة الثانية كثير منكم عايشتموها أنتم، تجربة البعث في العراق، شلون حاربوا الإمام الحسين وشلون حاربوا الشعائر الحسينية بكل أنواعها، ابتداء من مجالس البيتية وانتهاء إلى التطبير والمواكب، حاربوها واحدة واحدة كأنه منهجية الطغاة منهجية واحدة. الله تعالى يقول أتواصوا به، يعني بعضهم أوصل بعض الآخر، بل هم قوم طاغون. طبيعة الطغيان تبدأ بالإمام الحسين صلوات الله عليه، ولكن البعثيين فشلوا في ذلك. وأنتم الآن تشوفون هذه الروح الدينية الموجودة في العراق، في الشعب العراقي، لأنه فشلوا في القضاء، السلطات فشلت في القضاء على الإمام الحسين. هذا الحب، هذه المحبة ما تمكنوا أن ينتزعوها من القلوب. عندما جاءوا إلى العراق القوات الغربية كانوا مذهولين من هذا الحب ومن هذا العشق للإمام الحسين صلوات الله عليه. كانوا شايفين واحد رجل شايب مشرف على الهلاك، جفاف في بدنه، أسعفوه بالإسعافات الضرورية. بعدين تبين أن هذا الرجل الهرم الطاعن في العمر 36 ساعة ماشي في هذه البراري القفراء بلا ماء، أشرف على الهلاك. الشياب، الشباب، الأطفال، العجائز كانوا مذهولين. وبعد التحقيقات أنه ذول وين يروحون، قالوا تبين لنا أن هنالك قديسا يقدسه هؤلاء. هذا قتل قبل 1300 عام، مدفون في كربلاء. هذا الحب يدفع هؤلاء إلى هذه الأعمال الخارقة للعالم. الفرد اللي عنده هذا الحب لسيد الشهداء، الفرد اللي يعيش في هذه الأجواء، هذا هل يمكن أن يفقد دينه وهويته؟ اللي نموا في هذه الأجواء احنا شفنا كثير منها، بعدين راحوا في ذلك الخضم المتلاطم. أنا شفت كثير منهم عندما كنا في كربلاء، كانوا أطفال لكن نشأوا في هذه الأجواء، في أجواء الإمام الحسين،
في أجواء الهيئات، في أجواء المواكب. الوالد رحمه الله كان يقول كانوا يجون إلي ويسألونني اسم للهيئة. شنو نخلي اسم الهيئة؟ قب سمينا الهيئات باسم المعصومين، أمهات المعصومين، الأسماء العامة. في الأواخر كنا نتحير شنو اسم نخلي لهذه الهيئات من كثرتها. هؤلاء الشباب عاشوا في هذه الأجواء، بعدين أخذوهم وألقوهم في ذلك الخضم المتلاطم في البلاد اللي لا يوجد فيها أي حد. كثير منهم حفظوا إيمانهم. هذا الذي يجري حب الإمام الحسين في قلبه في عروقه، هذا ما يمكن أن يفقد دين وإيمانه. والآن كثير من هؤلاء الشباب اللي عاشوا في تلك الأجواء الآن حملت لواء الإمام الحسين في بلاد الغرب، في بلاد الكفر. فإذن أول ما تحققه لنا هذه المجالس، هذه المنابر، هذه المواكب، القرايات البيتية، هذه الكتب، الحفاظ على الهوية التي أضحت في معرض الخطر، لا في بلاد الغرب بل حتى في عواصمنا الإسلامية. كلما نهتم أكثر بهذه الأمور نحفظ أنفسنا ونحفظ أجيالنا. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني الذي تحققه لنا هذه الشعائر، الدعوة إلى الله تعالى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إرشاد الجاهل، تنبيه الغافل. هذه مهمتنا، هذه وظيفتنا. العام حفظه الله كان ينقل عن عالم من العلماء يقال له الشيخ محمود أو محمد شريعة، الشيخ محمد شريعة. هذا العالم كان صديق لأحد علماء المسيحيين. ذلك العالم المسيحي كان يقول لهذا العالم الشيعي، يقول انتو الشيعة عدكم الحسين صلوات الله عليه ولكنكم لا تعرفون قدره. اذا احنا المسيحيين كان عندنا واحد مثل الحسين، هاي عبارته، لنصبنا له في كل شبر من العالم منبرا ولدعونا العالم إلى المسيحية باسم الحسين. أنا ما أريد أدخل في هذا الجانب، ولكن هذا الفيلم الذي صنعوه آلام المسيح، شوفوا ماذا أحدث في العالم من التموج، مع أنه قضية ظاهرها كلش عادي. المسيح صلوات الله عليه بإدعائهم أخذوه وصلبوه، هذا هو. أي موج أحدثه في العالم؟ كتبوا في التقارير أن بعض الأفراد عند مشاهدة هذا الفيلم أصيب بنوبة قلبية تأثرا وتفاعلا ومات على أثر ذلك.
أين آلام المسيح وأين آلام الحسين صلوات الله عليه؟ ماكو قياس فيما بينهم. إحنا لو تمكننا أن نوسع هذه الدائرة بهذا المقدار، نتمكن أن نهدي الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى. في الرواية المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وجدت على يمين العرش مكتوبا: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ونقرأ في الزيارة: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. إنقاذ العباد، قضية الإمام الحسين لها هذه القدرة، إنقاذ العباد، كل العباد. الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية، اختصرها، كان يقول أنه كان هنالك رجل سائق كان ينقل هذه القضية لأحد العلماء. يقول: أنا في بداية أمري كنت مغنياً ومطرباً، وما من منكر من المنكرات إلا عملته، وما كان عندي علاقة بالدين بأي نحو من الأنحاء، حتى الصلاة ما كنت أصلي. يقول: في يوم من الأيام، ليلة 9 من شهر محرم، عائلتي كلهم طلعوا وبقيت وحدي في البيت. ضجت، قلت أطلع برا دفعا للملل. فرحت، مررت على مكان وكان خطيب يقرأ. يقول: قعدت أشوف هذا الخطيب ماذا يقول. أخذ يتكلم، جدا أثر فيه. وبعد ذلك عرج على قضية أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، وأخذ يتكلم حوله، وأنه عندما قطعوا يمينه قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. يقول: هذه الكلمات هواي أثرت فيه، فكرت أن هؤلاء الصفوة ضحوا بأنفسهم وبكل ما يملكون في سبيل الدين، وأنا أسحق الدين بقدمي. يقول: في نفس المكان قررت أن أتوب، وتبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وعدت إلى البيت، وكل الآلات المحرمة اللي كانت في البيت حطمتها جميعا، وتركت عملي القديم إن كان مغني، واشتغلت سائق تاكسي، وأنا الحمد لله مهتدي، والله تعالى أنعم علي، وضعي جيد من الناحية المادية، من هؤلاء الأفراد في داخل المنظومة، في خارج المنظومة، بالمئات، بالألوف. هذا هو البعد الثاني. البعد الأول
الحفاظ على الهوية. البعد الثاني الدعوة إلى الله. البعد الثالث والأخير، نحن أمامنا سفر طويل، كل واحد منا، ما هي الذخيرة التي أعددناها لهذه السفرة؟ أعمالنا لا أمل فيها، هاي الأعمال اللي نقوم بها نحن لا يوجد بها أمل. وظيفة يجب أن نؤديها، كثير من أعمالنا ربما تكون مشوبة، هذه الصلاة التي نصليها كثيرا ما يرمى بها رأس صاحبها كما في الروايات، كثيرا ما لا يقبل منها ولا ركوع واحد ولا سجود واحد ولا كلمة واحد. هذه الأعمال، خدمة سيد الشهداء، خدمة أهل البيت، تمثل الأمل، الأمل الذي ينبغي أن يكون عندنا مضافا إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى، الأمل بهذه الأعمال. هذا يحتاج واحد يفتح حساب مع أهل البيت، الأمل في لحظات الاحتضار، الأمل في القبر، الأمل في القيامة، هذه تمثل الأمل. أنقل لكم هذه الرواية مختصرة، هذه الروايات التي أنقلها مذكورة في كتاب وسائل الشيعة في كتاب الحج. ينقل الراوي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في حديث الإمام يقول له: رحم الله دمعتك. هذه الدمعة لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك. دمعته على سيد الشهداء هذه أثرها، ووصيتهم ملك الموت بك، ولملك الموت أرق عليك من الأم الشفيقة على ولدها. هذا هو أثر الدمعة على سيد الشهداء. هذا يحتاج أنه واحد يفتح حسابا مع أهل البيت، مع الإمام الحسين صلوات الله عليه، الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه، معروف كان بذوبانه في أهل البيت، بولائه لأهل البيت. نقلت لكم بعض قضايا، كان يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه ويشعر باللذة من ذلك. مو بعضنا اللي شهر مرة نروح إلى الحرم ونريد أن نخرج سريع، يشعر باللذة، كان يطيل مع مسؤولياته وأعماله. أحيانا كان يطلع من الحضرة بعدين يقول ما ارتويت، مرة ثانية كان يعود إلى الحضرة. اللي بعض اللي كانوا معه كانوا يقولون إحنا بعد ما عدنا خلق، كانوا يروحون. كان يقول لهذا الذي معه: هذه هي الجنة، هذا شعوره كان، هاي هي الجنة نشعر عندما نذهب إلى هذه الأعتاب بأنها هي الجنة. هذا هو الحساب المفتوح مع أهل البيت. ينقل
أنه في اليوم الأخير من حياته كان مغمى عليه في مستشفى في بغداد، كان مغمى عليه، فجأة فتح عينه وأخذ يخاطب الحاضرين الذين كانوا معه ويقول لهم: السيد قادم، السيد قادم. بعض اللي كانوا معه ظنوا أنه دا يتكلم عن لا وعي، شنو السيد قادم، وأصر عليهم أن يجلسوه. تبعا لإصراره أجلسوه، فالتفت إلى الباب وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. وفاضت روحه إلى بارئها. هذا نتيجة ذاك، هذا الحب وهذه العلاقة هنا يظهر أثرها. في حديث، هذا الحديث مروي، أقرأ لكم نص الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة منه هو الحسين بن علي صلوات الله عليه. لا عجب في ذلك، من الذي يتولى قبض الأرواح بإذن الله تعالى؟ ملك الموت. من الذي يتولى حساب الناس قبل يوم القيامة؟ سيد الشهداء. الوالد رحمه الله كان ينقل أنه جدته، وكانت شديدة العلاقة بسيد الشهداء، كان مغمى عليها في لحظات الاحتضار، وقبل موتها بلحظات فتحت عينيها والتفتت إلى باب الغرفة وقالت: السلام عليك يا أبا عبد الله، وقبضت روحها. هذا ينفع عند الاحتضار، ينفع في القبر، ينفع في القيامة، ينفع عند الصراط. الإمام الرضا صلوات الله عليه كما في الوسائل في كتاب الحج يقول لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العليا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. وروايات كثيرة راجعوها في وسائل الشيعة وفي بحار الأنوار. نحن ينبغي علينا أن نهتم بهذه القضية بالمقدار الذي نتمكن، ونحن لنا قدرة هائلة. الحقيقة احنا مفرطون في هذا الجانب. الحضور ضروري، المشاركة الشخصية ضرورية، لبس السواد ضروري، وضع المصابيح الحمراء على البيوت إظهارا للتفجع ضروري، ولكن هذا مو كل شيء. إحنا نتمكن أن نعمل أكثر من هذا. إحنا لا نظن الذين خلفوا هذه الآثار كانوا أفراد مقتدرين. هذه الفكرة الموجودة عندنا أن الذين فعلوا هذه الأشياء كانوا أفراد مقتدرين، لا، ما كانوا مقتدرين غالبا كانوا أفراد مثلا، ولكن هذه الأعمال محط عنايته، الله يبارك فيها. أنتوا الآن إذا تبنون على قرار أن تبنوا 1000 حسيني،
عنايتهم تكون معكم، قرار، وتوفقون بإذن الله في ذلك. اللي وفقوا منه كانوا، هذا يحتاج إلى أن تطبعوا 1000 كتاب حول سيد الشهداء الذين طبعوا منه كانوا. أنقل لكم هذه القضية وأختم حتى تشوفون أن الذين عملوا كيف كانوا ومن كانوا وكيف كانت العناية معهم. العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية، كان يقول مجموعة من الأفراد في كربلاء، هؤلاء قرروا أن يبنوا حسينية باسم سيد الشهداء من بلد معين، مو من أهالي كربلاء، من بلد آخر، أو بعضهم كانوا من بلد آخر، على كل حال جماعة ذهبوا تحركوا تكلموا مع الأفراد، ما تمكنوا أن يصنعوا شيئا. إلا شيء محدود لا يكفي، ففكروا أن يبعثوا وفدا منهم إلى ذلك البلد، إحدى البلاد في إيران، يروحون يكلمون أهالي ذاك البلد، هاي حسينيتكم وباسمكم هذه الحسينية بنيت، تعالوا ساهموا. فثلاثة منهم من الأفراد طلعوا من كربلاء وجاءوا إلى ذلك البلد في إيران، وطافوا على التجار والأفراد. مثلا أفرضوا كان المقدار الذي يحتاجونه مثلا 100 مليون، بعد هذا العمل والتحرك ما نتج إلا أفرضوا 10 ملايين. الأرقام مو منقولة. فذول عادوا محبطين، لأن في كربلاء ما تمكنوا يطلعوا، جاءوا إلى ذلك البلد ما تمكنوا إلا بمقدار قليل. أجوا في طريقهم في طريق العودة إلى طهران، فقالوا في طهران نروح نتحرك على تجار ذاك البلد، ولكن ما كان عندهم أمل، ولذلك انصرفوا عن هذه الفكرة، قالوا نرجع إلى كربلاء ونترك الموضوع. في ليلة من الليالي أحد هؤلاء الثلاثة، هذا الوفد ويقال له السيد غلام رضا الكسائي، وله قضية لطيفة حول الإمام الحجة صلوات الله عليه، هو هذا الرجل. هذا الرجل كان رايح إلى مسجد من مساجد طهران، ذاك الوقت كان يقال له مسجد الشاح، ذاك الوقت يصلي صلاة المغرب أو العشاء أو نوافل. يقول ما حد ما كان، يقول أنا وحدي رحت وبدأت بالصلاة وأكملت. في هذه الأثناء سمعت حركة من خلفي، قد واحد دا يدخل، يقول إجا قعد وراي وقال لي يا فلان لا تنظر خلفك، لا تباوع. ذاك الوقت ما كانت هاي السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية وكذا حتى واحد يخاف، خب واحد ما يريد أعرفه. أنا ما باوعته، إما امتثالا لأمره، وإما هذا تعليقي أنه هذه كانت ولاية تكوينية ما كان يقدر يباوع، يعني هذا أمر تكويني كان.
بعدين من ورا قال لي أنتوا المهتمين ببناء هذه الحسينية في كربلاء؟ قلت نعم. قال هذا شيء لهذه الحسينية، وقدم التشيك إلي وأخذ يطلع. يقول أنا هواية كان يعجبني أنه أشوف هذا منه، على الأقل أشوفه، لكن قال لي لا تشوف خلفك، أو بتعليقي أنه كانت ولاية تكوينية. يقول طلع وراح، صدق كذا قضية واقعة مو واقعة. يقول أنا مرجعت إلى البيت، ذول الثنين اللي وياي قلت لهم القضية، قالوا مو معقول. بعدين طلعوا تشيك شافوا كل المبلغ المتبقي. إيش قد المبلغ المتبقي؟ كله بالتشيك. خب منو صاحب هذا التشيك؟ رحنا مثلا بكرة أو بالليل إلى بعض تجار طهران، إنه منو صاحب هذا التشيك؟ ولا ما ندري. هذا توقيع منو؟ لا نعلم. رجل مجهول غريب علينا. خب قلنا نروح للبنك لأخذ المبلغ. رحنا للبنك قلنا أكو هالشكل مبلغ؟ قالوا إيه المبلغ موجود، وقبل أيام وضع في الحساب. منو صاحب هذا المبلغ؟ قالوا ما ندري. رحنا إلى أن وصلنا إلى المدير المطلع، قلنا هذا تشيك منه؟ قال ما أدري، وإنما إحنا عندنا واحد متعامل مع البنك التاجر الفلاني، هذا قبل أيام إجا ووضع هذا المبلغ في البنك. قال هذا مبلغ مرتبط بواحد، وأي واحد جاب لكم هذا التشيك الطول هذا المبلغ. قلنا وين هذا التاجر؟ قالوا قبل أيام مات هذا التاجر الواسطة. سيد غلام رضا يقول أنه صهر العلام الأميني هذا الرجل، وله قضية عجيبة مع الإمام الحجة، مو قضيته، قضية واحد ثاني كان ينقلها. يقول أنا هواية كنت متأثر، هو كان قاطع بأن هذا الرجل كان هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يا ليت كنت على الأقل أشوفه، أنكب على يديه ورجليه أقبلهما، ولكن ما كانت لي هذه القابلية اللي أشوفه. بس لعله هاي الجملة قايلها، ما أدري، هاي الجملة الأخيرة. وجاء وبنيت الحسينية وقامت. مرة نقلت لكم قضية ذلك الحمال الذي بنى حسينية، ومرة نقلت لكم ذلك الرجل اللي كان يصنع سماور في مشهد وبنى 14 حسينية، ومرة نقلت لكم قصة ذلك الحارس الليلي الذي بنى في الكويت حسينية، ومرة نقلت لكم قضية تلك البنت التي ورثت من أمها مالا وبنت في الكويت حسينية، وهكذا. هؤلاء في الواقع كلهم يمكن أن يكونوا حجة علينا يوم القيامة. إحنا الأعمال التي نقوم بها لسيد الشهداء هواية أقل من قدرتنا هواية أكثر من ذلك. الآخرون ضحوا، قتلوا، شردوا، عذبوا بتلك التعذيبات الهائلة. الآن دا تسمعون ماذا كان يجري في سجون العراق، الأفراد الذين أخرجوا عيونهم وهم أحياء
أنا أعرف بعضها. تصوروا، كله لأجل كثير من هؤلاء، لأجل سيد الشهداء قتلوا وشردوا أيتا أولادهم تيتموا، نساؤهم ترملن لأجل سيد الشهداء، فما قدر ما نعمله نحن في قبال أولئك. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نستفيد مما تبقى من عمرنا اللي لا يعلم كم مقداره، وأن نحاول أن نتخذ مع سيد الشهداء عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الأعمال إن شاء الله كلها وثائق الشفاعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.